واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله ولا تحزن عليهم
وإما أخذكم التعاقب بمثل ما لهو خير للصابرين وإن أعجبكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واغفر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا